لا تاكليهم، أنا مخططة لكل شيء. بالأول بدي روح شوف لك تياب بيناسبوكي وبيكونوا حلوين كمان، بعدين بنروح مشان تتصوري، وأنتي بعدين بتقولي للمصور بدك ياهن للصور مشان الهوية على أساس. لازم نحل الموضوع بقى، لأنه مو بقيان غير شهر واحد وبيجي الولد. خلص يسلموا إيديكي، بكفي. صايرة كتير عم بتعب، جاي عبالي نام. ايه لميس، بقيانة بالبيت اليوم؟ بدي جيب لك شوية مصاري. بعرف انه تأخرت عليكي بالدفع هالمرة، بس لمبارح لوصلوا المصاري. ما في داعي. شو عم يصير؟ شو الموضوع؟ انا بدي الولد. ما عم بفهم، اشرحي لي اكتر. جوليا، ما رح اعطيكي الولد. انا راجعة اسطنبول، بدي ولد بتركيا. بنت عمي عم تستناني بالمشفى، بطني كبر والولد صار يتحرك. عن جد ما بعرف، ماني قدراني، عن جد تعلقت فيه. مو وقت مسحك لميس، سكرت. اكيد عم تمزح، هاي شو عم يصير معها؟ هاي مو عارفاني حالها، شو عم تحكي؟ شو على كيفها ما رح تعطيني الولد؟ روقي روقي جوليا روقي، ما صار شي ابدا، ما صار شي. روقي روقي، ما رح اسمح لها هالحقيرة ابدا انه تاخذ ابني. شو على كيفهم يوعدوني ويفسوا؟ انا بورجيهم لهالكلاب. لميس، هلا بدي الولد. اذا ما بتفتحي الباب فورا رح اكسره واخنقك جوات البيت. ما رح مرق لك ياها لهالعملة، سمعتي؟ شو فكره بهالسهوله رح تروحي على المستشفى؟ يلا افتحي لنحكي جوا. مو انت يلي وعدتيني اخذه يا لميس؟ افتحي خلصيني. ماشي، رح ضل واقفه هون على الباب وما تحلمي اني امشي من قدامك. لميس، الله لا يسامحك، والله لا خليكي تدفعي الثمن غالي. لميس، ما رح خليكي تتهني بهالولد. بدك مستعدة ادفع لك كل شي بدك يا قولي لميس. ليش عم تعملي معي هيك لميس؟ الله لا يسامحك. شو عم تعملي هون؟ تعي بسرعة فوتي لجوا. شو صار؟ انت بتعرف اني اتفقت معه واخدت كومة مصاري، شو بدكم لسه؟ اهدي شوي خليني افهم منك واحكي لي لشوف شو يلي صاير معك. ولا على شو عم ترسم انت وياها؟ اه اللي بسرعة ماهر، ما في وقت بنوب. هيا جوا. طيب 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 اهدي شوي، رح قلك ارتاحي. عادي لقلك. من كم يوم تغير تفكيرها وما عاد بدها تعطيك الولد. يمكن هذا شعور الأمومة، يعني هرمونات مو أكتر. ليكو، لا أنا بقتلها وما بتفرق معي. أهله لكريم بعد شوي بصيروا بنص بيتي. مين جاي؟ كل عيلته لكريم اجتمعوا، جايين يشوفوا حفيدهم الميمون، رح يكونوا بعد ساعة قدام بيتي. شو ما كان اللي عم تفكروا فيه رح يروح هيك يا فهيم. وقتها بتعرف شو رح يضل بإيدكم؟ ولا شي. يا ربي، أنا شو أعمل بحالي هلا؟ لك منين عم تجيني المصايب؟ يا ربي شو بدي ساوي بهالورطة؟ اوكي استرخي شوي لميس، انت اقوى من هيك، استرخي. طيب ليش جايين بهي السرعة؟ ما بتقدري تكذبي؟ دقي واعتذري منه. شو هالحكي اللي ماله طعمه ماهر؟ جوليا بتعرفي شو يعني هذا الشيء؟ يعني كل شيء انتهى. اني اللي هلا شو بدنا نعمل بهي المصيبة؟ فكر يا ماهر، اهدى، لسه الولد ما خلق، ما ولدت، شو أعمل؟ بروح أنا بولده. خلاص بقى ماهر، إلا تطلع. يا ربي شو بدي أعمل هلا؟ كله بسببك، كله بسببك، بسببك. شو صار لك؟ لميس؟ شو صار؟ لميس، على مهلك
شوي شوي يا مولد. اهدي ونامي على الارض. يلا 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 بسرعه. نحلت. انا بخاف. ما دخلني يا ربي. شو اعمل؟ اهلين خالو. انزل يا صبي انزل. لك شيء تحرك. رح اطلب الاسعاف. لميس يلا شوي شوي حبيبتي استندي هون. يلا ايوه ايوه رجعي لورا. يلا ليكني انا جنبك. لا تخافي حبيبتي اهدي شوي. لا تخافي انا هون جنبك. الو لو سمحت بدي سياره على السريع في حالة ولادة بسرعة إذا بتريدي. حنتفق اتفاق جديد. عم تفهمي؟ ما بدك تصيري ام؟ ايه تمام. عم تحكي بالاتفاق وهي بجوز تموت. خلص التهي بولادتك هلا. يا ربي يا ربي. شوي شوي كوني قوية كوني قوية ماشي. إذا ما بتجوا البنت رح تموت. ليكن الإسعاف على الطريق. تحمل شوي لميس. حسيت رح يجي هلا. أعطيني شي كرمال الله. شو هالحكي؟ شو يجي هلا؟ شلون بده يجي؟ أنا ما بعرف. ما شو ساوي؟ كيف؟ شو ساوي يا ربي؟ خلي هذا غطي بهذا. مو هيك بيعمل؟ يلا غطيتك. تنفسي منيح تنفسي منيح. ليكني جنبك أنا لميس. يا ربي شو ساوي؟ كيف؟ عم قل لك البنت رح تموت لميس. ايه؟ شو العنوان بالضبط؟ يا غبي مو قادر. خلص مو قادر. شو بدك ياني اعمل؟ انا جنبك الدكتور بسرعه. اسمعي لميس استرخي شوي ماشي حبيبتي. استرخي. بحياتي ما ولدت حدا من قبل. لميس 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 قولي لي العنوان مزبوط. ما عم يفهم علي. بدك راس من قبل انزل لتحت سال حدا. روح او شوف اللافتات اللي على الطريق. تحرك على السريع. اسمعي تتذكري منيح نحن تدربنا على هذا اليوم. كنا نتنفس. خدي نفس غميق. اوف برافو لميس. 500,000 بدي تعطيني 500,000 يورو. رح أعطيكي. ما عاد فيك تصبري شوي. رح أعطيكي. المهم هلأ تولدي بالسلامة. نزل الولد. أصحك أصحك أصحك. تعمليها. لا تولدي لميس. أصحك. أنا مخاف. نفسي نفسي يلا. خلصينا. شو صار معك؟ سده لحلقك ماهر. ما عاد قدراني اسمع صوتك. اخرس ما اخرس. شدي حيلك لميس. يلا رح تولدي. شدي حيلك. يلا يا بنت ركزي معي وتنفسي ماشي. ضغطي. الله يوفقك. تحملي شوي. كل شي رح يكون منيح. اعطوني ما لميس لميس. كأنه بلش الولد يطلع. عن جد عن جد بلش يطلع. انت روح جيب لي منشفه وما يسخني بسرعه. يلا يلا با. معلش يا حبيبتي تحملي شوي وبنخلص. خدي نفسي لميس. اكبسي اكبسي. شوفي خلصنا. ليكي ما احلى. شو اعمل هلا؟ اضربه هيك ما؟ هلا شو هلا المفروض نقطع له الحبل السري تبعه ما هيك لميس؟ اهدى اهدى شوي. شو بيعرفني كيف بيعملوها؟ اهلا وسهلا. نورت الدنيا يا روح. حبيبي انت حبيبي. بدي المصاري تبعي. ماهر في باروكة بشنطايتي حطها على شعرة للميس وجيب هويتي حطها بشنطايتها. روح اتحرك. هيا طيب طيب أنا قبلانة. رح أعطيكي 500,000 اتفقنا؟ بس على دفعات ولا تستني مني شيء قبل 6 شهور. ماشي فهمت. تمام. بس لسه في شيء تاني كمان. شو ممكن لسه يكون بدك لميس؟ قولي لي شو لسه بدك. بس يصير الولد عمره 18 سنة بدي منك تقولي له الحقيقة. رح تخبري الكل عيلة جوهر كلها. عفوا ما عم بفهم ليش. إذا ما خبرتي أنت وقتها أنا رح أقول له.
عم تفهمي؟ وبدي كل شهر تعطيني 5,000 يورو مصروف إلي. الإسعاف وصلوا يا رب. خدي لشوف مسكي، رح نحكي بعدين ماشي؟ خدي الولد مسكي منيح بس. اسمعني منيح ماهر، اوعك بحياتك تبعد عينك عنا، طول عمرك بدك تضل جنبها، عم تفهم علي ماهر؟ وبدياك تخليها بعيدة عني كمان، وأنا رح أعطيك راتب خاص مقابل هذا الشيء، والراتب منيح ماهر. ولدة المرة جينا بأسرع وقت، فوتوا شوفوها نحن ولدناها. يلا يلا بسرعة بسرعة، يلا بسرعة. شو حاسة؟ بترجاكم ساعدوني، رح يسفى دمي، ما عادريني يتحمل بالمرة. يلا ولا يهمك، انتبهوا منيح، غطوا، لا تنسوا تغطوا، شوي شوي، عم أهلك، عم أهلك، شوي شوي. ماهر خذ هذا المفتاح، بتروح على بيتي، حضرت شنطة مشان الولد، بتلاقيها موجودة على أرض أوضة النوم، بتاخدها وبتقول لمسؤول الأمن بالمبنى أني ولدت وأنك جايب لي الشنطة، تمام؟ بس أصحك ها تذكر اسم المستشفى. يلا على السريع، بس ترجع بشوفك. خدي هذا حق لعبتك. عن جد مين بيعرف قديش صار في لحتى تزبطي هاليوم؟ كريم اسمع، صدقني ما رح خليك ابدا تحس فيه، شوف قديش صغير كتير، ما رح يسبب لك اي ازعاج بالبيت. رح حل الموضوع بس يرجعوا اهلي جوليا، بس بالاول رح حاسب لميس، لا تخليني اسمع حسه. يا روح ماما انت، تأكد انه بابا رح يحبك كتير، لا تخاف، اتفقنا؟ وانا ما رح اتركك ابدا. تعرف قديش تعبت لحتى اجت هاللحظة واجتمعت فيك؟ شو حبيبي محمد، شو حلو انت، رح اكون احسن ام بالدنيا كلها بوعدك حبيبي انت، اتفقنا ماما؟